يا عم. ايه ده انا مديك 100. لا هم 50 بس. 100 ايه؟ انت هتنصب عليا مديك 100 والناس شهاده؟ انت مجنون ولا ايه؟ خلاص يا بيه خلاص. فين يا بيت شوف النصب. خلاص يا استاذ. خلاص يا بيه. خلاص يا بيه. خلاص يا باشا. هات لي بنسوار. غير الصنف بقى واستنضفه. هات لي بنسوار عندك. في حاجة عجبتك؟ بصراحة أنا عايزة خاتم حلو قوي، يعني من الآخر كده مفيش زي. لمين؟ لواحد. حبيبك؟ لا حبيبي إيه ده، خطيبي. ها تقدري تقولي لي هو عنده كام سنة؟ كام سنة اشمعنى؟ عايزة أعرف اتولد إمتى وفي شهر كام؟ هو اتولد في شهر 11 زي قبل بثلاث أيام، يوم 18. أنت عقرب؟ ايه عقرب ده؟ لا انا ماليش في الكلام ده. ثواني. 11 11 11 11 كده. انت لسه هتقرا؟ لا تمام. يبقى ناقص تقولي لي حاجه واحده. ايه بقى؟ اتولد الصبح ولا بالليل؟ لا دي معرفهاش، معلش عدي لي دي. اسمعي الكلام، اتصلي بيه واساليه من غير ما تقولي له على الهديه. ماشي هساله. اسالوش ليه؟ الو الو، عامله ايه؟ انا كويسه. خدي حاجه، خدي السلك. لسه ما روحتيش؟ لا لسه ما روحتش يا بنت. قلت لك اوعي روحي بقى. بقول لك يعني اسالك سؤال وتجاوبني عليه ونتكلم بعدين، ماشي؟ انت اتولدت الصبح ولا بالليل؟ لا مش هقول. قول لي بس. لا خلاص خلاص. اتولدت الفجر يا ستي. فجر؟ خلاص مش دلوقتي، قلت لك بعدين. يلا سلام بقى. سلام. تمام. ما قلتليش اسم خطيبك ايه؟ اسمه الحسن. الحسن، يا سلام، الله اكبر، ما شاء الله يا الحسن. بص يا ستي، انا محضر لك حاجه تستاهل انك انت تهديه بيها. اتفرجي بقى. ايوه يا فتون. ايوه يا بنت، انت فين؟ عايزه مني ايه دلوقتي؟ انجزي عشان الفرح. لسه الساعه 4 يا فتون، الفرح مش هيدور قبل 8. بسرعة يا بنت. لا ماشي حبيبتي، ألف مبروك. ألف ألف مبروك. سلام بقى. سلام. بصي بقى، الخاتم ده فيه حجر كريم بيقلب بين الأحباب لغاية الممات. ده حلو قوي. هو مش غالي قوي بس صنعته متكلفة. من جوه قلب المال.
سمعنا عليك سمعنا. انا عايز احلى سلام للناس التمام، للناس اللي مشرفانا ومنورانا ومكبرانا. ابو هناء سيد المعلمين الكبير قوي، معلمي سمعني عظيم يا مصر. جاي بارك نمشي على طول. بارك فيك. يلا يا حسن تعال. تعال سيبك مني. عايش في الدنيا دي سكة وعايش فيها على تكة، بداري لقاها بالضحكة. أخدت ليه يا صاحبي بقاله كتير. عايش فيها على تكة. ركز معايا يا هاني. ربنا يحرمني منك يا حسن. ما تتصورش أنا مبسوطة قد إيه بمديتك دي. بقول لك إيه؟ من الواد ابو الرشاش اللي كان بيرقص جوه ده؟ عيل مبرش ملوش اي لازمه، تلاقيه مش ضريب اللي بيعمله، يبقى ابن عم العريس. والغل اللي كان في عينه ده وسند ورشاشات دلوقتي حاش نفسه عني بالعافيه. ده كل اللي في الفرح مداها منين؟ انا كنت عايزه استاذنك اروح ابات بره النهارده عند ام ميزو، يعني عشان اسيب العرسان وبنت الدخله وكده. انا تكره اللي عايزه حاجه؟ لا مع ألف سنة. إيه لا عايزة حاجة طبعا، افتكرت أنا جبت لك ده هدية. حلو؟ ما ينفعش تجيبي حاجة مطلقة يعني. حلو من الآخر ده بقى ما يتقلعش من إيدك خالص، مفهوم؟ لا عايزة سلامتك. محمد رسول الله هستنى تليفون. مع ألف سلامة، هستنى تليفونك يا حسن. قاعد كده ليه يا حاج؟ مستنيك يا حبيبي. مش برد عليك كده؟ خش غير راجل. تعالى يا الحسن. مالك يا حبيبي؟ تعبان يا حاج. مش مبسوط. ليه؟ احكي لي. انت عارف ابنك يا حاج عمر ما كان بتاع مشاكل، ولا عمري اذيت حد ولا جيت على حد. انت دايما مربيني على كده من اول يوم، بس انا شفت في فرح اهل عسليه النهارده
وجع قلبي. الناس دي مش شبهنا حاج، شبهنا والله. وعسليه، عسليه اللي وعدتها وربطتها بيك. شوف يا الحسن، في حاجات في الدنيا العقل لازم يسوقها، وحكمك عليها لازم يبقى بالتفكير. وانت ما شاء الله عقلك يوزن بلد. نيجي بقى للي انت فيه دلوقتي. لما قلبك يحرن على عقلك تعمل ايه يا الحسن؟ تعمل اللي يمليه عليك ضميرك يا ابني وانت مستريح. صعبتها يا ابو الحسن. الله يخليك يا ابا. بس بسم الله ما شاء الله، الواد ايه زي البدر وشكله كده طيب وابن حلال. الحسن، الحسن ده ملاك نازل من السماء، بس ربنا يستر يا مميزه وتكمل على خير. الله، ان شاء الله يا اختي تكمل على خير. ايه قلقانه من ايه؟ اصل بقالي فترة كده بحلم احلام غريبة، بصحى من النوم مرعوبة يا ام ميزو. من الشيطان الرجيم. تعالي حطي جنبي كده وتدفعي على الشمال واحكي لي مين شفتي ايه. مرة شفت حد بيقص لي شعري، وشي اسناني بتقع، وشي اسود. ده انا ساعات بصحى من النوم مش قادرة اخد نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده وتفي على الناحية الشمال. هو معناته ايه ده يا موميزو؟ عندك تفسير للأحلام دي؟ خير إن شاء الله، ربنا يستر. اشربي الشاي، اشربي اشربي. أنا مش قادرة أشرب حاجة. امسكي، أنا تعبانة قوي. انا ما تفسحي شويه يا اختي كده، واخده السرير كله يا معروف. واحنا تعبانه ما ارتحتش طول النهار، عايزه انام. الله، ما انت واخده نص السرير. الله، حبيبتي الف مبروك. يبارك في عمرك ربنا. عقبالك يا بنت. مبروك يا ست الستات. الله يبارك في عمرك ربنا يخليك. هو انتوا جايين مع بعض؟ لا، اللي جايين مع بعض. انا قابلته على السلالم. مبروك يا علي. بارك فيك يا سلام. سيد الرجاله راشد. صباحين بركة يا حبيبي. تعالى. لا مستعجل. تعالى اشرب حاجه. مستعجل يا جدع. انا مش هعمل حاجه لحد، انا عروسه. خش اعمل لنفسك. اعمل لنا شاي يا تونه. طب جاملني يا اخي، ده النهارده صباحيتي. صباحيتك عدى عليها 8 سنين ولا انت عارفين. وانت لازم تفكرني. شاي. ايه ده؟ تعالى يا راجل. دي بقت حاجه تاني. تعالى. شفت ابن عمك ذكر ازاي؟ اتظبطت بعد الجواز. ايه يا مين دي اللي اتظبطت بعد الجواز؟ ما انت طول عمرك عمتني. تاخد كم معلقه سكر يا راشد؟ معلقه. لما انت طول عمرك بتاخد اتنين. خليهم معلقه. عقبالك يا راشد، يلا شد حيلك. اللي نفسي فيها مش راضيه بيا. ليه يا عم؟ هو في حد يرفض جدع ابن بلد زيك؟ تعالي احضرينا يا فتون، عايزين نحدد ميعاد عشان الحسن وابوي يجوا يقابلوك انت وعدل. مالك محروقه كده ليه يا بنت؟ لا، ما باخدش رايك. الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلصنا. نتكلم تاني. اختك الكبيره وجوزها، نتكلم تاني وتالت. طب بصوا بقى، لو ما قابلتوش الحسن وعملتوا معاه اللي المفروض يتعمل، لاتجوزوا من بره بره. اصل انا مش مزنوقه لحد. قلت ايه يا فتون؟ خلاص خلاص. الاسبوع الجاي. مبسوطه؟ أنا تمام. مبروك علي. الشاي يا راشد. مش هشرب. راشد. سلام. مش هينفع طبعا اللي أنت بتقوليه ده. أيوة، آخر مرة اتكلمت معاكي في الحوار ده، قلتي بتعيدي وتزيدي فيه تاني. يا ست أنا حر. أنا حر أعمل اللي أنا عايز أعمله. إيه ده، أنت بتاخدي كوك؟ كوك؟ يا ريت يا ابني. هو حد لاقي كوك ده؟ انا ما جربتوش غير مره واحده بس، بصراحه بيعمل دماغ عظيمه.
بس مش عارفه اعملها تاني. ده بقى تاني دي هروين يعني. بس ده خطر جدا. فكك بقى من الكلام ده. خطر ايه يا ابني؟ انا بقالي اكتر من 4 شهور بضرب ومفيش اي حد واخد باله من اي حاجه حتى انتي. انتي دي بقى لها 10 سنين والست تمام هي مفيش اي حاجه. سلام سلام. شوف ده ايه بوجع دماغ لنفسك على ايه؟ ايه ده يا مو؟ هو انت كمان بتعمل كده؟ دماغ حلو قوي غير الهاش خالص. جرب لو ما عجبكش فاكس. لا يا جماعه انا مش حامل اللي انتوا بتعملوه ده. ده ممكن بيتاخد انجكشن صح ويبوظ شكل بقى جسمي وشكل الجلد ومكان الحقن. لا 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 ولو جربت انا مش هبطل الجو ده. يوغتي ايه ده اللي بيتاخد انجكشن؟ يا ابني فكك بقى من الكلام بتاع التوك شوز وما تعرفش تبطل والهري ده. انت ممكن حتى لغايه بعد التالت مره تبطل عادي على فكره لو انت عايز. وبعدين انجكشن والحاجات دي ده الشغل بتاع العيال البيئه اللي مش عارفين يجيبوا النظيف والبيور اللي احنا بناخده. اللي احنا بناخده ده بقى هو البيور. انا معايا 20,000 واخر اتوقع 22. الله اكبر. وانا معايا 3 يبقوا 26. 26 يبقوا 25. اه 25. وانا مالي ومال فلوسك؟ انا وانت واحد يا ابو علي. انا وانت واحد يا ابو علي؟ لا مش انا وانت واحد يا ابو علي. كل حاجه الا الحكايه دي. يو كل حاجه قفش كل حاجه قفش. خدي هنا رايحه فين؟ انا رايحه بتوعي. انا رايحه. طب بعد الجواز ما فيش شغل كمان على فكره؟ لا والله لا انا هشتغل ومش هسيب الشغل. مش هتشتغل؟ لا هشتغل. انا بشتغل من وانا صغيره ومش هيحصل. طب انت عارفه انا مش عايزه تشتغلي ليه؟ ما يهمنيش قعدني يا بنت عشان بغير عليكي. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ يا سلام فرقت يعني؟ اه طبعا تختلف بزياده يعني. تختلف بزياده يعني. المهم نرجع لمرجعنا. هنجيب ب 8,000 جنيه شبكه ونجيب شويه اجهزه ونظبط اوضه النوم ونروق الشقه والدنيا تبقى. 8,000 جنيه شبكه ليه؟ ده كتير طبعا. هما دبله وبوشتيل وسلسله صيني وبس. هو كان حد يعني هيبص على ختم الذهب؟ يا بنتي ده انت تستاهلي وزنك ده. ما تلبسي دهب زي بقيه الناس. بص يا حسن انت لما تروح عند علي وفتون البيت لا تقول لا هنجيب شبكه بكام ولا عفش بكام. تيجي انت وابوك تشربوا الشربات ونقرا الفاتحه وزغروتين وخلصنا ماشي؟ عايزة حاجة تاني؟ عايزة كولا. عايزة كولا؟ حاضر. ايه كمان؟ عايزة نتجوز بسرعة يا حسن. عايزة ابقى جنبك. يا لهوي. يو بقى. طب يلا عشان اروحك. ماشي يلا بينا. علي نفسي اخرج معاك. حضر لك الخير يا اخويا. هو انتوا لسه ما جهزتوش؟ ده حسن كلمني وقال لي انه زمانه على وصول هو وابوه. الدنيا ما طلعتش يا عسليه. هكمل السيجاره واقوم. براحتك يا حبيبي. براحته ايه؟ هو انت لسه هتاكلي وتاكلي؟ ما تقومي تجهزي. ما تقوم يا علي. خد يا اخويا. خد. مالك؟ حاضر. جرى ايه؟ في ايه؟ مالك باين عليكي قوي. اللي هو؟ انك واقعه في غرام حبيب القلب ومش صربعه. الصربعه الحلال يا فتون. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. يا رب يدوم ويا رب الليله دي تعدي على خير ومحدش فيكوا يقول كلمه تبوظ القعده. بصي بقى يا اختي. اصل انا من ساعه ما شربت السيجاره دي وانا في حاجه في دماغي بتدور كده. سؤال نفسي اسالهولك. هو انت هتروحي تعيشي مع ابو حبيب القلب وتشتغلي خدامه؟ يعني لا هتشتغلي ولا هتروحي ولا هتيجي خدامه من ابو بلاش يعني. انا اي حاجه هتحصل لي يا فتون احسن لي من قعدتي معاك انت وجوزك والناس اللي خارجه داخله عليكوا كل يوم. لا بصراحه متربية. أنا هخش أجهز ووعي أي كلمة تبوظ القعدة. مساء عوض. مساء معانا. فين راشد؟ راشد قال بوزع علينا كلنا عشان بنت فتحتها النهارده. لا ربنا وربنا خش له.
ولو العصفورة طارت منك يا حلو. خش أولية جوه بدل ما أطلع عوارك. راشد ده بجد ليه ضرب الغباوة ده بس يا صاحبي؟ راشد الكلام صحيح. قوم يا راشد مفيش نتايج تستاهل وربنا قوم. عسلية تستاهل يا عم؟ مش شايفاني اصلا وعاجبها الواد الملزق ده. قوم يا راشد. قوم يا راشد خلاص البت فتحتها بتتقري ولا كلها بتتكلم. قوم سيبني اونش دلوقتي بقى وامشي. انا قلب عليك يا صاحبي. قوم يا راشد سيبني اونش دلوقتي. خلي عينك عليها عوض. تمام. ولا الضالين. آمين آمين. ألف مبروك يا أولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. آمين. إيه هتتجوز إمتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق أتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسأل براحتك يا علي. إن شاء الله يا عم علي شهرين والشقة تبقى زي الفل، تنزل العروسة تجيب أوضة نومها زي ما هي عايزة. كده كده على السخن. وأنت موافقة يا أختي باللي بيقوله ده؟ أنت بتسأليها؟ تلاقيها هي اللي عايزة كده أساسا. وماله؟ خير البر عاجله، وإحنا عايزين إيه غير سعادتهم وهنعم؟ وأنا حاجة مطبخي كلها جاهزة زي ما قلت لك يا الحسن. وأنا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجة مرة واحدة، بس نخلص بعد الشقة. مش هتزغرتي يا فتون؟ لا 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 راح فين بس يا راشد؟ عشان بلبع لك شريتين احمر وازرق. الله يخرب بيتك. احمد ربنا يا جدع ان انت لسه واقف على رجلك. بس اطلع ورك يا راشد. راح فين بس يا راشد؟ حاره وسخه. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ يلا يا عم راشد يلا يا من هنا لعورك. انت تقف تحب هنا؟ يلا الحاره وسخه صحيح. خش جوه يا خش جوه. مساء فوكس صاحبي الكبير. ازيك يا علي؟ سيد المعلمين. اتفضل. 7000 جنيه عايز كرتونه اصرفها والباقي عندي. هتبقي سبعة يا علي؟ كتير حبيبك عليسى يا معلم. تقول له لا؟ ماشي. زلطه قوم يا معلم. تعالى هات كرتونه سبعات من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعدة وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. تشكر. الدنيا لبش بره يا علي. اقعد لما الدنيا تضل. لبش ايه ده يا علي روي؟ سلام يا روي. سلام يا علي. Thank you.
ايوه باشا اتفرجوا معانا حاجه باشا. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ اقعد. شوكولاته. لا عسل. ايه دي اختك ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. ما انا قلت لك شوكولاته. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط. بس ده كتير، هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش اكتر من حشاشين في البلد. زي ما انت. ايه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك هتقوم. لو سمحت مكتب وكيل النيابة من هنا قدام على الشمال. يلا اخويا منك ليه؟ استنى. ايه يلا اخويا؟ انا لسه اتكلم شات يا فدور. ايوه يا اختي ايوه. خد بالك ازاي يا فدور. الله يلعن اليوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش، انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه. راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح. تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع. اخلع؟ كلبشات يا فتون. يا لهوي يا فتون يا لهوي. استني يا اختي. استناكي يا اختي. اروح فين؟ اوعى تمس. يا عسل. ايه؟ الحقني يا راشد، فتون وعلي في النيابة. ايه؟ شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخوي. علي راح بيقول للحكومة ساعة ما اتمسك إن البضاعة خارجة من عندي. أمال إيه الحكومة جت لي ليه؟ هو التليفون اللي جالنا خلاها ننضف المطرح، كنا زماننا اتلطينا. ماشي. ده راشد يا معلم. وماله يشهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. بص يا زلط يا حاجة. يا ابو هناء. يا ابو هناء بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد. اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا جاي لك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك. مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني اشتريه انا؟ الشغلانه بتاعتنا دي يا راشد محتاجه راجل. وابن عمك طلع عجلة. تمام. اقعد يا وينش. خد على خطه. سلامة خطه. برضو قفل تليفونك يا حسن. يا عسلية، هما فين؟ انت اللي كنت فين؟ وانا لازم يعني اكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي،
حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اختي فتون على اللي عامله. قررنا نحن خالد عبد المنعم رئيس نيابة بولاء إخلاء سبيل فتون سعيد من سرايا النيابة ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى، كما قررنا استمرار حبس المتهم علي إسماعيل شلبي الشهيب روي 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد في المعاد. يا اختي بس من الاس. كنت فين يا راشد؟ كنت عند ابو هناء بعد ما انت اتمسكت. الحكومه كبست عليه ما لقتش عنده حاجه. ابو هناء ده اللي فتش عليه في المحضر هيضيع لي الراجل. يا ستي مش هو اللي وصل له انك قلت في الاسم ان الحاجه من عنده؟ قلت ولا ما قلتش؟ يلا انت شاطر. حاضر روح معاه الاسم. يلا وروحها. حاضر روحها. خلي بالك من نفسك يا اخويا. ساعه واجيلك الاسم. انت بس ليه مات؟ عندي مشوار ضروري هعمله واجيلك على طول. ماشيين معاك اهو. ماشيين معاك. استهدي بالله عما جميل واحتسبه عند ربنا في الجنة. محتسب مين؟ والحسن فين؟ الله يرحمه. الله يرحمه يا بنتي. هو خطيبك؟ الله يرحمه. بس الحسن فين؟ لا اله الا الله وحيد الله. بس الحسن فين؟ ما تعملش في نفسك كده. الحسن فين يا عم جميل؟ قتلوه ورموه تحت الكوبري عسلي. شو الحلال؟ شو الحلال؟ شو الحلال؟ شو الحلال؟